بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 131. الدرس رقم 131 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى، ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها، ونحن نقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 530 من سلسلة دروس من الجزء الأول الذي هو نفسه المجلد الأول، صفحة 530. ما زلنا نتكلم عن أحكام ومسائل الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام، هذه العبادة المالية الكبرى. وصلنا إلى وسط صفحة 530، عنوان فصل: الزكاة في القراض. الزكاة في القراض، فصل، هذه كلمة من الشيرازي. والزكاة في القراض هذا عنوان فرعي من صنيع محقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله، يساعدنا على دراسة الكتاب. ما هو القراض؟ القراض هو المضاربة، والمضاربة حقيقة هي العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي. إذا كان نظام الفائدة البسيطة والفائدة المركبة، يعني نظام الربا، عفوا، هو العمود الفقري للنظام الاقتصادي الرأسمالي في العالم اليوم، فإن العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي هو المضاربة أو عقد المضاربة، اجتماع الجهد مع المال لإحداث التنمية والإنتاج. واحد ما عنده خبرة في الأسواق ولا في التجارات ولا في غيرها، وعنده أموال ورثها عن والده مثلا، واحد آخر تاجر حاذق ماهر يعلم الأسواق ويعلم التجارات وما يتعلق بها، لكن ما عنده رأس مال، فيجتمع هذا مع ذاك، التاجر بخبرته وهو المضارب، وصاحب رأس المال بماله، تمام. فصاحب رأس المال يدفع المال لذلك المضارب لأجل أن يشغل له المال، يستثمر له المال، ممكن يقول له، يحدد له المجال، وممكن يفتح له المجال، استثمره في التجارات المباحة، ممكن يقول له لا، استثمره في تجارة السيارات مثلا، على أن يكون صافي الأرباح بينهما بنسبة يتفقان عليها، 50% 50% 60% 40% 70% لصاحب رأس المال، 30% للمضارب، وهكذا. هذا صافي الأرباح. والضمان، ضمان المال على صاحب رأس المال، المضارب لا يضمن، لأنه إذا ضمن صار قرض، صار دين، أما المضاربة ليست دينا، تسمى المضاربة وتسمى القراض. هذه فكرة المضاربة، اجتماع المال مع الجهد والخبرة لإحداث الإنتاج، طبعا والأرباح بينهما مناصفة أو على أي نسبة يتفقان عليها. طيب السؤال الآن الذي تطرحه هذه المسألة، لو كان المال هذا المدفوع للمضارب أصلا بالغ للنصاب، والمضارب يضارب فيه بالغالب سنة كاملة، وفي آخر السنة بيجي لعند صاحب رأس المال وبيقول له ربحت كذا وكذا، لنقل كان 1000 دينار مثلا، 1000 دولار، فهو بالغ النصاب بنصاب الفضة اللي هو قيمة 595 جرام فضة 4 تسعات، قلنا بتساوي في زماننا اليوم 440 دولار، يعني 1000 دولار قطعا فوق النصاب، فتاجر له فيها سنة كاملة
بعد سنة جاء قال له ربحت 1000 غير 1000 الأولى، وكانوا اتفقا على تكون نسبة صافي الأرباح بينهما منصفة، يعني صاحب رأس المال له 500 صار له 1500 والمضارب له 500، تمام؟ من هي الألف التي جاءت بطريق الربح الزائدة على أصل المال. الآن كيف تدفع الزكاة بالنسبة للمضارب وبالنسبة لصاحب رأس المال ومتى؟ هذا ما سيجيب عليه الإمام الشيرازي في هذه المسألة، حيث يقول، نقرأ الآن، سنقرأ الكلام كاملا بعدين أنا أعقب إن شاء الله تعالى الكريم. قال: إذا دفع رجل 1000 درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان، يعني دفع رجل اللي هو صاحب رأس المال 1000 درهم قراض، درهم فضي يعني، ممكن يكون دينار ذهبي، قراضا لمضارب على أن يكون الربح، يعني صافي الربح بينهما نصفان 50% 50%، فحال الحول، غالبا المضاربة بتكون بعد، يعني بعد سنة، توزيع الأرباح بعد سنة بشكل سنوي وليس بشكل شهري ولا يومي أو أسبوعي غالبا، يعني قديما وحديثا، وقد صارت 2000. الآن بالنسبة للمضارب متى يملك الربح؟ قال لك فيه قولان عن الإمام الشافعي، أحدهما يملكه بالمقاسمة والثاني يملكه بالظهور. إيش يعني المقاسمة؟ بالمقاسمة يعني ما لما يجي نقسم الأرباح ونعمل الحسابات النهائية، هذه 500 لك وهذه 500 لي، ربحنا كذا وبعنا كذا واشترينا كذا وخسرنا كذا ورد ربحنا كذا، هذه المقاسمة، تمام؟ مقاسمة المال، تقسيم المال. في رأي آخر عند الشافعي بقول لك هذا المضارب يملك 500 هذه بعد ظهور الربح وليس بعد المقاسمة، ممكن تكون الفترة بينهما وجيزة وممكن تكون طويلة نسبيا، يعني احنا ربحنا كل حاجة لكن بعد ما قسمنا المال، لنفرض مثلا أن المال كان حلال يعني أغنام أعزكم الله، ربح ربها وعلفها وتاجر فيها، باع واشترى باع واشترى، فتضاعف القطيع، كان 1000 رأس صار 2000 رأس، تمام؟ الآن بعد ما قسموا هم في نهاية العام، لكن بعد ما قسموا المقاسمة يملك فيها المضارب حصته من الربح ويملك فيها صاحب رأس المال حصته من الربح أيضا بالاتفاق المقاسمة، لكن قبل المقاسمة وبعد ظهور الربح خلاص ما في بيع وشراء بالفترة هذه، هل يكون قد ملك المضارب حصته رغم أن المقاسمة ما حصلت بعد؟ هم متفقين 50% 50% وانتهت كل الصفقات التجارية، لكن بعد ما قسموا المال، في رأي عند الإمام الشافعي قال لك يملك بالظهور، وكذلك صاحب رأس المال يملك بظهور الربح. فإن قلنا بالأول كانت زكاة الجميع على رب المال، إذا قلنا أن المضارب لا يملك إلا بالمقاسمة، فزكاة المبلغ كله قبل المقاسمة رأس المال وأرباحه على رب المال، المضارب ما عليهوش حاجة لأنه أخذ 500 بعد أن انتهى الحول، فيبدأ بها حولا جديدا. فإن أخرجها من عين المال فمن أين تحسب؟ فيه 3 أوجه، أحدها أنها تحسب من الربح لأنها من مؤن المال فتحتسب من الربح كأجرة النقال والوزان والكيان، والثاني تحتسب من رأس المال لأن الزكاة دين عليه في الذمة في أحد القولين. نقرأ الآن في أعلى صفحة 531، تابعوا معنا: فإذا قضاه من المال حسب من رأس المال كسائر الديون، والثالث أنها تحسب من رأس المال والربح جميعا لأن الزكاة تجب في رأس المال والربح
فحسب المخر نعم، لأن الزكاة تجب في رأس المال والربح بحسب المخرج منهما وليس فاء، والله أعلم. وإن قلنا إن العامل يملك حصة من الربح بالظهور وجب على رب المال، هذا الرأي الثاني، وجب على الآن ننتهي نشرح، وجب على رب المال زكاة 1500 وإخراجها على ما ذكرناه، وتجب على العامل زكاة 500، غير أنه لا يلزمه إخراجها لأنه لا يدري هل تسلم له أم لا، فلن يلزمه إخراج زكاته كالمال الغائب، فإن أخرج زكاته من غير المال جاز، وإن أراد إخراجه من المال ففيه وجهان، أحدهما ليس له لأن الربح وقاية لرأس المال فلا يخرج منه الزكاة، والثاني أن له ذلك لأنهما دخلا على حكم الإسلام وجوب الزكاة. انتهى. طيب نقرأ ماذا ذكر في الحاشية، ماذا نقل لنا في الحاشية المحقق الدكتور محمد الزحيلي في الحاشية رقم 1، عفوا، نعم، الأصح منها المنصوص من حين الظهور، الحاشية رقم 1 في وسطها، الأصح منها المنصوص من حين الظهور لأنه ملك ابتداء من حينئذ، والمذهب أنه لا يلزمه إخراجها قبل القسمة، وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجمهور الأصحاب. طيب الآن الخلاصة من هذا الكلام، الخلاصة من هذا الكلام، المضاربة من أهم عقود المعاملات المالية في الإسلام. طيب فيها طرفين، صاحب رأس مال ومضارب. في الغالب رأس المال المقدم للمضارب بيكون بالغ النصاب، وفي الغالب قسمة الأرباح بتكون بعد سنة كاملة. الآن بعد سنة كاملة في عندنا أرباح، لنفرض أن الشركة ما خسرت، ربحت، هذه الأرباح تقسم بينهما على ما اتفقا عليه 50% أو غيره كما قلنا. من يدفع زكاة الأرباح هذه؟ أما زكاة رأس المال، زكاة رأس المال فهي على صاحب رأس المال، أنا دفعت 1000 وال1000 ما خسرت وفي أرباح، والأرباح ظهرت، صحيح ما قسمناها لكنها ظهرت. كيف أدفع الزكاة؟ صاحب رأس المال يسأل. الجواب أنك تدفع أو تخرج الزكاة على رأس المال متى ظهرت الأرباح، يعني في أرباح، بمعنى أنه رأس المال لم ينقص، رأس المال لم يخسر، ما زال موجودا، فهذا يقين، وملكي له ملك تام، أنا حاطه مثل يعني أشبه الوديعة عند المضارب، فأخرج زكاته 2.5%، 2.5%، ويجوز إخراج القيمة على مذهب الإمام أبو حنيفة. بعد المقاسمة، طب قبل المقاسمة هو يملكها لكن ملك غير تام، كأشبه بالمال المغصوب، أنا أقول أشبه وما فيش غصب، لكن عملية قسمة الأرباح طيب التسجيل مستمر أخ أسامة؟ التسجيل مستمر المشرف؟ نعم شيخ، مستمر. على بركة الله. إذا قلنا صاحب رأس المال يخرج الزكاة عن رأس المال قولا واحدا في موعدها، الألف عليها 2.5%، يعني 25، إذا كانت 1000 دولار فبيخرج 25 دولار عند تمام الحول،
لأنه يعلم وعلم أنها ما خسرت، يعني موجودة، تمام، بل ربحت وظهرت الأرباح، تمام، لكنه لم تقسم. بالنسبة للأرباح منقول له أنت ملكت الأرباح ملك غير تام، فالأولى أن تخرج، لما تخرج عن رأس المال تخرج أيضا عن تلك الأرباح التي ملكتها ملك غير تام من باب الاحتياط، تمام، ولك أن تؤخر الإخراج، إخراج زكاة الأرباح إلى حين تمام المقاسمة على أساس تم الملك. ومن باب الاحتياط يعني يشجع على إخراج زكاة الأرباح التي ظهرت ولم تقسم بعد من باب الاحتياط، وهذا ورعا، لكن له أن لا يخرج إلا بعد المقاسمة. هذا نتكلم عن الراجح إحنا وليس عن ما قرأناه، فثمة اختلافات أقوال وثمة أوجه في تلك الأقوال كما مر بنا أو معنا. فنقول يخرج عن الأرباح احتياطا ورعا بعد الظهور وقبل المقاسمة، لكن هي حقيقة لا تجب إلا بعد المقاسمة. ليه؟ لأنه بعد ظهور الأرباح ملكها ملك غير تام، كأنها مال مغصوب، يعني مال له لكن مغصوب، فهذا لا زكاة عليه لحين ما يقبضه، لحين ما يخلصه من الغاصب، تمام. صليت على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا بالنسبة لصاحب رأس المال، إذا واضح الموضوع إنه رأس المال يخرج عنه عند تمام الحول، الأرباح التي ظهرت ولم تقسم بعد له أن يخرج عنها عند تمام الحول احتياطا ورعا، لكن يجب ذلك عند المقاسمة أو بعد المقاسمة، لأنه أصبح ملكه لها ملكا تاما. المضارب بعد ظهور الأرباح أيضا ملكها لكن ملك غير تام، ملك غير تام، يملكها ملك تام بعد المقاسمة. الآن السؤال، هل يخرج المضارب ولا لا؟ بدنا نتأكد إنه هل مضى حول على ظهور الأرباح؟ إذا مضى حول على ظهور الأرباح فنقول له عليك زكاة هذه الأرباح، أما إذا كان ما مضى حول فيبدأ حوله من بعد المقاسمة. مرة أخرى، المضارب جهده بدأ من أول الحول لكن ما كان عنده رأس مال، المال كله لصاحب رأس المال، هو كان يتاجر فيه، يبيع ويشتري بضائع بالسوق إلى آخره، تمام، ظهرت الأرباح فملك جزءا منها لكن ملك غير تام، الجزء اللي نقول 50%، بعد المقاسمة ملك هذا الجزء ملكا تاما. فبيسأل المضارب علي زكاة، بنقول له لما ظهرت الأرباح اللي أصبحت تملك جزء منها، هذا الجزء الذي كنت تملكه ملك غير تام من تلك الأرباح يبلغ نصاب، قال لك 500 دولار مثلا، وال 500 دولار نصاب، ظهرت لكن ما مضى على بعد لما صارت المقاسمة، كانت المقاسمة بعد ظهور الأرباح بشهر مثلا، فما مضى حول على ملكه ل 50% من صافي الأرباح ملكا تاما، ما مضى حول، فبنقول له تعد حول كامل من تاريخ الظهور اللي هو الملك غير التام، ثم تأتي المقاسمة ملك تام، فلما يتم حول على الملك غير التام اللي أصبح وآل إلى ملك تام بالمقاسمة، تمام، تكون عليك إخراج الزكاة وجوبا على تلك 500، تمام. فإذا ما في وقت واحد للزكاة على صاحب رأس المال وعلى المضارب. صاحب رأس المال رأس ماله بالغ النصاب ابتداء، فلما حال الحول وجب عليه أن يخرج عن رأس المال 2.5% لما ظهرت الأرباح، لأنه ما خسر، فرأس المال موجود، ما خسر، ما نقص بل زاد.
طيب ماذا عن الزيادة؟ الزيادة بنقول له يا صاحب رأس المال، ملكتها بظهور الأرباح، لكن ملك غير تام، والزكاة لابد من وجوبها من ملك تام. الملك التام بعد المقاسمة، لما تحصل المقاسمة تمام تخرج زكاة تلك الأرباح 2.5%، لأنه إيش؟ لأنه هذه الأرباح متولدة عن رأس مال بالغ النصاب، فعليه زكاة عند تمام الحول عن رأس المال وعن الأرباح التي حصلت عن رأس المال قولا واحدا، ما في خلاف، بده يخرج 2.5%. الخلاف متى يخرج الأرباح الزكاة عن الأرباح؟ الجواب بعد الظهور يملك تلك الأرباح، وبعد المقاسمة يملكها ملكا تاما، والزكاة تجب بالملك التام. فإذا سيخرج زكاة ماله من هذا الحول على مرحلتين، المرحلة الأولى عند تمام الحول يخرج عن رأس المال فورا لأنه موجود ما خسره، وتمام 2.5%، وعن الأرباح يخرج 2.5% بعد المقاسمة، وله أن يخرج بعد الظهور احتياطا. فإذا كان رأس المال $1000، إذا كان رأس المال $1000 تمام، والأرباح $1000، 500 له و500 للمضارب، فإذا يخرج عن الألف عند تمام الحول 2.5%، $25، ويخرج عن الخمسمائة عند المقاسمة، وله أن يخرج عنها عند الظهور، لأنه ملكها ملك تام بالظهور، ظهور الأرباح، وملكها ملك غير تام عفوا عند ظهور الأرباح، وملكها أي هذه الأرباح ملك تام بالمقاسمة. الإخراج قبل المقاسمة احتياطاً ورعاً، والإخراج بعد المقاسمة وجوباً عن الحول الذي مضى اللي كانت فيه تلك التجارة وذلك الاستثمار، عن الحول الذي مضى. أما بالنسبة للمضارب بنقول له أنت ملكت الخمسمائة هذه اللي 50% من الأرباح $500 بظهورها ملك غير تام، والملك الغير تام لا تجب فيه الزكاة، لكن ستؤول إلى ملك تام بالمقاسمة. إذا عندك رأس، إذا عندك فلوس أصلاً مدخرات بالغ النصاب قبل ذلك، فتخرج زكاة الجميع الأرباح هذه وزكاة ذلك الرصيد، تخرج من الجميع 2.5%. متى الرصيد السابق وذلك بعد المقاسمة، بعد المقاسمة التي بها يحصل الملك التام، إلا إذا كان الرصيد السابق يبلغ النصاب لحاله فتخرج زكاته عند تمام الحول، وهذه الأرباح هذه الأرباح تخرج زكاتها بعد المقاسمة، لأنك أضفتها يعني من حيث النتيجة والمآل إلى الرصيد السابق. أنا عندي $10,000 في البنك مثلا، وضاربت للناس وجاني أرباح $10,000 في نهاية العام، فأخرج زكاة 10,000 عن هذا العام وعشر أو 20,000 عن العام القادم، ولا عشر عن 20,000 في هذا العام. أنا مضارب، لكن عندي أموال خاصة المدخرات في البنك تبلغ $10,000. الجواب على ذلك أخرج عن 20، أخرج عن 10,000 المدخرات عند تمام حولها تمام. أما 10,000 الأرباح اللي جاءتني فهذه أخرج زكاتها عند المقاسمة، وأنا ملكتها بعد الظهور تمام، ملك غير تام، وملكتها بالمقاسمة ملك تام، فتجب علي 2.5% منها، كما وجبت علي 2.5% من 10,000 الأولى. فأصبح الواجب كم؟ يعني 2.5% من المبلغ الأول، و2.5% من المبلغ الثاني، يعني 2.5% من 20,000. واضح؟ يعني خلاصة الأمر إنه الأرباح، أرباح المضاربة تملك من قبل المضارب وصاحب رأس المال، ممكن يكون أصحاب رؤوس الأموال متعددين، ممكن يكون المضاربين متعددين، المهم تملك منهم
بظهور الأرباح لكن ملك غير تام، تمام، يشبه المال المغصوب. والملك الغير تام لا تجب فيه الزكاة بعد، فلما تحصل مقاسمة يحصل الملك التام فتجب الزكاة. فالوجوب إذن عند المقاسمة للاثنين، لصاحب رأس المال اللي أصلا ماله بالغ النصاب، وللمضارب إذا كانت الأرباح اللي أخذها يعني مع ماله السابق تبلغ نصابا. أما إذا كان المضارب فقير معدم ما عندوش أي مدخرات سابقة، وجدته هاي الأرباح $500 وهي تبلغ النصاب، بنقول له من عند ما ملكتها اللي هو ظهورها ملك غير تام ابدأ عد حول كامل. طبعا خلال أول الحول ستحصل المقاسمة وينقلب ملكه لها إلى ملك تام. فإذا حال عليه الحول وهي بالغة النصاب أو زادت، فبنقول له تجب عليك الزكاة في نهاية الحول التالي. هذا مين؟ المضارب الفقير اللي ما عندوش أموال مدخرة تبلغ نصابا، فجاءته هاي الأرباح فبيطلع زكاة العام القادم لما يحول عليها حول. أما صاحبنا صاحب رأس المال بيطلع عليها في الحول الأول لأنه أصلا عنده نصاب، وبيطلع عليها في الحول الثاني إن بقيت، تمام. والله تعالى أعلم، واضح الكلام؟ طيب الآن نأتي لموضوع مسألة كبرى جديدة من مسائل الزكاة، باب زكاة المعدن والركاز. هذه المسألة الكبرى سنخالف فيها السادة الشافعية مخالفة كبرى، مخالفة كبرى. ما هي هذه المسألة وما هو رأي الشافعية وما هي المخالفة التي سنخالف فيها السادة الشافعية؟ المال له أنواع في هذا الكون، المال ليس على صورة واحدة، ليس على هيئة واحدة، ممكن يكون ذهب وفضة، ممكن يكون مالك دولارات أمريكية، جنيهات مصرية، دنانير أردنية، ريالات سعودية إلى آخره، ممكن يكون مالك عقارات وأراضي زراعية وما شابه، ممكن يكون مالك أمور تستعملها، مال استعمالي، سيارات، أثاث إلى آخره، ممكن يكون عروض تجارية، ممكن يكون أنعام، ممكن إلى آخره. أنواع كثيرة للمال وكلها ذات قيمة، وبعضها ذات قيمة باهظة جدا، تمام. خالق كل هذه الأموال الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا الآية السابعة من سورة الحديد، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله خلق الأموال واستخلف ذرية آدم فيها وابتلاهم بذلك، والحياة الدنيا كلها مبناها على الابتلاء، ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خالق المال بكل أنواعه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو المالك الحقيقي للمال بكل أنواعه، ونحن مستخلفين فيه. الذي خلق المال والذي يملك المال ملكا حقيقيا، الله عز وجل فرض علينا الزكاة، فرض علينا الزكاة بشروطها وأنصبتها التي بيّنتها الأحاديث النبوية الشريفة والآيات الكريمة قبل ذلك، تمام. فما دام عندي مال وله قيمة، بدك تعرف انه الوهلة الاولى في زكاة، في حق لله عز وجل فيه، لانه هو الذي خلق المال وهو الذي استخلفك فيه. فأي ثروة مال ظاهر مباشرة بده يتبادر الى ذهنك انه في زكاة، الى ان يثبت العكس، وليس القاعدة انه ما في زكاة الا ان يثبت العكس، لا، الاصل انه في زكاة في المال حتى يثبت بالدليل أنه هذا المال مستثنى، مملوك ملك غير تام، مغصوب، ضائع، ما بلغ النصاب، في ديون إلى آخره، تمام. فالاستثناء أنه المال لا زك هذا المال أو ذاك لا زكاة فيه،
أما الأصل أنه كل أنواع الأموال عليها زكاة، فرضها خالق المال وصاحب المال الحقيقي الله سبحانه وتعالى. منتبه، الزكاة ليست واجب من الواجبات الشرعية، وكل الواجبات الشرعية مهمة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإسلام مش 50 ولا 500 ولا 5000، إنما خمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع عليه سبيلا. شوف، في واجبات كثيرة في الإسلام لكن ليست أركانا. الحجاب الشرعي للمرأة مثلا المسلمة ليس من أركان الإسلام، مش معنى ذلك إنه لا إنه نتهاون فيه، لا، لكن الأركان معظمة عظيمة هامة جدا. فالزكاة من أركان الإسلام. جينا للمعدن والركاز، إيش هو المعدن وإيش هو الركاز؟ أول حاجة المعدن باختصار قال الشافعية أنه الذهب والفضة الخارج من الأرض، الذهب والفضة الخارج من الأرض وبحاجة لمعالجة، مش مدفون، انتبه، مش كنز مدفون من أموال الذهب والفضة من زمن الفراعنة أو الرومان أو الفرس، لا، الذهب اللي بيكون في الأرض في المناجم يحتاج لمعالجة حتى نستخلصه من الحجارة فيصبح ذهبا خالصا، يعني من منجم عظيم كبير يمكن تطلع مثلا 10 كيلو ذهب صافي عيار 24 بعد شغل سنة كاملة مثلا. عشان كذا الذهب قيمته كبيرة، تمام. أيضا ممكن يكون عندي منجم فضة في الأرض بستخرج حجارة وبعالجها معالجة معينة بالنار حتى أستخلص الفضة. الإمام الشافعي والشافعي بيقول لك المعدن المقصود هو الذهب والفضة اللي في الأرض اللي يحتاج إلى معالجة لاستخلاصه وهو مال، لكن هذا مش الذهب الموجود في مناجم الذهب والفضة الموجودة في مناجم الفضة، ليست مدفونة، مش كنوز، إنما موجودة خلقة في تلك البقاع وتحتاج إلى معالجة معينة بالنار ومعقدة لاستخلاصها صافية نقية. طيب ماذا، ما هو الراجح في وصف المعدن؟ الراجح حقيقة والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة في أن المعدن ليس فقط الذهب والفضة المستخلص من الأرض من حجارتها، إنما كل الثروات المعدنية اللي في باطن الأرض، سواء كانت صلبة كالذهب والفضة والنحاس والألمنيوم، أو كانت سائلة كالنفط والبترول، من مستخلصة من داخل الأرض. فكل الأموال المستخلصة من الأرض من وهي ليست من الأرض، تمام، هذه تعتبر من قبيل المعدن. هذا دائرتها أوسع، يعني المعدن عند الحنابلة دائرته أوسع، تشمل البترول والنحاس والمنجنيز وأي ثروات أخرى، أموال أخرى تستخرج من الأرض وهي ليست من الأرض، الأرض التراب والطين، تمام. احنا بنتكلم عن الذهب المستخلص من المناجم، الذهب والفضة المستخلصة من مناجم الفضة، والبترول المستخرج من آبار البترول، البترول يسمى الذهب الأسود في زماننا، إلى غير ذلك من ثروات معدنية وباطنية مستخرجة من الأرض. هذا المعدن، مشمولات المعدن عند الحنابلة ورأيهم هو الأرجح والأصوب والأشمل والله تعالى أعلم. طيب ما هو الركاز؟ الركاز هو المال المدفون في الأرض، مال مدفون في الأرض انقطع مالكه قط قولا واحدا، يعني نحن في يقين أن مالكه غير موجود الآن. طبعا كان يسمى في زمن الإمام الشيرازي دفائن الجاهلية، يعني الذهب المدفون
الذهب والأموال الفضية وغيرها المدفونة في الأرض منذ عهد الجاهلية. يعني مالكها أكيد أكيد مش موجود. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه إذا كان مالكها موجود أو في احتمال يكون موجود هذه لقيطة أو لقطة، عفوا لقطة، تمام؟ فبالتالي لازم نعرف بها حتى نوصلها إلى مالكها أو إلى ورثته. شفت محفظة في الأرض فيها جنيهات، هذه المحفظة عمرها 10 سنوات، فمالكها موجود، هذه مش ركاز، تمام؟ إذا مش موجود ورثته موجودين، فلازم أعرف بها، وهذه لها أحكام اللقطة. ممكن أشوف كنز مدفون في الأرض في شنطة، في شنطة أو في حقيبة أو في إلى آخره، وهذا الكنز دولارات جنيهات بالملايين، لكن هذا مش ركاز، له صاحب، له مالك، لأنه هذه مطبوعة إلى 5 سنين، مطبوعة الجنيهات، المليون جنيه اللي في الحقيبة تاريخ طبعها من 5 سنوات، يعني مالكها موجود، إذا مش موجود ميت فورثته موجودين، بعرف بها. هذه إلى أحكام اللقطة وسندرسها تفصيلا في أحكام اللقطة. أما الركاز شيء آخر، مال مدفون كنوز في الأرض ما بدوش استخلاص، نقود ورقية مطبوعة أو دنانير ذهبية مضروبة أو دراهم فضية مضروبة، تمام، لكن مالكها انقطع يقينا، مش موجود لا هو ولا ورثته، موجودة مثلا من العهد الروماني ولا من العهد العثماني أو من العهد الفرعوني من باب أولى، مثل كنوز الفراعنة المدفونة في الأرض أو في قبورهم في الأهرامات أو غيره منذ آلاف السنين. هذه هي الركاز. فإذا كنت تدور في الأرض عندك عشان تزرع ولا تحفر بئر، وجدت في كنز بصندوق وفتحته وجدت نقود ذهبية رومانية أو نقود ذهبية فارسية أو إسلامية قديمة، بمعنى أنه مالكها وورثته كلهم ماتوا واندثروا منذ زمن بعيد، هذا هو الركاز، هذا هو الركاز. واضح؟ الاثنين مستخلصين من الأرض، مستخرجين من الأرض، لكن المعدن بده معالجة حتى ينتفع به. البترول بيطلع لونه أسود، هذا ما بينفع تحطه بالسيارة ولا بالأتوبيس ولا، هذا بده مصفات بترول تكرره، تطلع منه الديزل والبنزين والسولار وما بعرف ايه الى اخره، تمام. فبده والذهب موجود في الحجاره، بده نار شديده حتى يستخلص، وكذلك الفضه وكذلك المنغنيز وغيرها، الثروات الباطنيه هذه اسمها المعدن على راي الحنابله، وقلنا هو الارجح والاوسع. طيب فهمنا الآن ما هو المعدن وما هو الركاز. طيب واجد ناخذ أول حاجة المعدن، واجد المعدن عليه زكاة؟ عليه زكاة؟ جمهور الفقهاء قالوا عليه زكاة، اللي بيفحر في أرضه بيطلع بترول، بيطلع عند الشافعي بيطلع بلاقي ذهب، بده منجم ذهب اكتشف في أرضه، فنصب فرن عظيم وصار يطلع صخور ويفوتها على الفرن ويستخلص منها ذهب، وجايب صائغ يعمل له فيها سبائك والأخير، يعني عمل مصنع ذهب في أرضه. جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية إنه هذا المعدن المستخلص من الأرض، عند الشافعي هو الذهب والفضة، عند الحنابلة كل الثروات الباطنية عليه زكاة 2.5%. الآن قالوا في حول، ما فيش حول إلى آخره، خلاف فيما بينهم، 2.5% أول ما يملكه لأنه موجود في الأرض منذ سنين طويلة، الآن هو ملكه فورا يخرج زكاته ولا يستنى حول؟ وزكاته 2.5% ولا خمس، عند الشافعية هي 2.5%، يعني ربع العشر من المستخلص هذا
متى كان بالغا للنصاب. تمام، عند غيرهم الخمس. وبعدين في تفصيل عند رأي عند الشافعية، قال لك إذا في كلفة في تعب في استخلاصه فعليه ربع العشر زكاة، إذا ما في تعب عليه يعني سهل جدا يستخرج الذهب ويبيعه، كان موجود قريب من الذهب الخالص، حجارة صخور كلها بتلمع ذهبي، يعني بدها معالجة بسيطة وتصير ذهب خالص، هذا بيخرج الخمس. الآن مخالفتنا نحن للشافعية وللجمهور في هذه المسألة الفقهية الكبرى، إنه هذا المعدن بكل مشمولاته على رأي الحنابلة الثروات الباطنية هذا تملكه الدولة، تملكه الدولة فهو لبيت مال المسلمين، فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. الزكاة فيه إذا كان يملكه أشخاص أفراد أو شركات باتفاق العلماء أو بقول الجمهور، عفوا، إذا في شركة مساهمة أخذت هذه الأرض وطلع عملت مع منجم ذهب وده طلع ذهب، هذه ملكية خاصة فعليها 2.5%، إذا كان في تعب، وإذا ما في تعب وجهد فعليها الخمس في مصارف الزكاة. ونفس الشيء إذا قلنا بيملكها الشخص، لكن الصحيح والراجح في هذا الأمر العظيم هو رأي الإمام مالك، أو المشهور من رأي الإمام مالك في هذه المسألة، إنه المعدن الثروات الباطنية بكل أنواعها وأشكالها يملكها بيت مال المسلمين بعد اكتشافها، قليلة كانت أو كثيرة، ولا يملكها الأفراد ولا الجماعات ولا الشركات، فإنما من ملك الأرض يعطى تعويض عادل مقابل ملكية الأرض وتؤول الأرض وما فيها لبيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين لا زكاة عليه فيما يملكه لأنه ملكية عامة، لأنه من مصارف الزكاة من مصارف بيت مال المسلمين، فيرد إلى بيت مال المسلمين الجزية، يرد إلى بيت مال المسلمين الخراج، يرد إلى بيت مال المسلمين أموال الزكاة، وإن كانت أموال الزكاة ترصد لمصارفها الثمانية حصرا ولا تدخل في مصارف أخرى لبيت مال المسلمين، ومن مصائم إيرادات بيت مال المسلمين الثروات الباطنية في باطن أرض دار الإسلام على اتساعها. فمجرد اكتشاف منجم ذهب أو منجم فضة أو منجم أي من الثروات المعدنية أو اكتشاف بترول في أرض ما تستملكها الدولة بيت مال المسلمين وتعطي تعويضاً عادلاً لمالك الأرض عن ملكية سطح الأرض وليس عما في باطنها، ما في باطنها لبيت مال المسلمين، وتشرف هي على استخراج تلك الثروات وإيداع أموالها في بيت مال المسلمين ولا زكاة عليها. ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لما بين الله عز وجل قسمة الأموال في سورة الحشر، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى هذه القسمة حتى للفيء وغيره من الغنائم حتى لا يصبح المال متداولا بين فئة محدودة من أبناء الشعب من أفراد المجتمع الإسلامي اللي هم الأغنياء والأثرياء، ويلقون بالفتات إلى بقية الشعب. فمقصد الشرع الشريف أن هذا المال الذي خلقه الله ويملكه الله واستخلف بني آدم فيه أن يدور هذا المال فينتفع به الناس جميعا. الغني لما بيفتح مصنع بيشغل 500 عامل بيصرف على 500 أسرة غير الزكاة اللي بدي يدفعها للمعدمين والمساكين، الـ500 هؤلاء عمال اشتغلوا في المصنع بجهدهم وأخذوا أجرة فأعالوا أسرهم. تمام، عشان كده كنز المال محرم، لأنه خلاص بقول لك أنا عندي 10 مليون في البنك خلاص بتصرف علي وعلى عيالي وعلى أحفادي، ليش أفتح مشاريع؟ لا، لازم تفتح مشاريع استثمارية تعطيها لمضاربين خبراء أمناء
إن كان في قطاع التجارة أو في الصناعة أو في الزراعة أو غير ذلك، فنؤمن سلع وخدمات للمجتمع فتنخفض الأسعار، ونشغل الناس العاطلين عن العمل فننفق على الأسر فبقل الفقر، والفائض عليه زكاة بنعطيه لمؤسسة الزكاة لتوصله للمعدمين اللي لا قادر يشتغل ولا قادر يأكل. هذا الفكر الاقتصادي الإسلامي المستفاد من مقاصد الشرع الشريف. وإحنا قلنا لكم هذه الشريعة العظيمة الغراء نازلة من عند الحكيم العليم الله سبحانه وتعالى الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة جل في علاه، فكل حكم شرعي له حكمة عرف من عرفها وجهلها من جهلها. فتخيل معي أنت مثلا لو البترول الذي يخرج من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية والذي يقدر ب 12 مليون برميل يوميا، لو كان هذا البترول مملوك لأصحاب الأراضي التي حفرت فيها تلك الآبار من البدو الرحل الموجودين في تلك المناطق أو حتى من أهل الحضر، كان أهل تلك القبائل التي كانت تلك مضاربها أو أهل تلك القرى التي كانت تلك مساكنها، سيصبح كل واحد منهم ملياردير، وليس مليونير، ملياردير، تمام. لكن بقية أبناء الشعب ما في استفادة، بقول لك هذا ملك خاص بياخذ الزكاة، الزكاة 2.5%، بقول لك أنا ما بعرف أكرر، بطلع البترول الأسود وببيعه لشركات نفطية هي بتكرر، ببيعه ولو ب 60 $70 البرميل، بيطلع 12 مليون برميل في اليوم، فسيصبح عدد قليل جدا من الناس بيدهم ثروة طائلة جدا لو أخذنا برأي الجمهور. لكن رأي الإمام مالك قال لك لا، هذا مال عظيم وثروات كبيرة، كل ما هنالك أنه وجد في أرضه فيعطى تعويضا عادلا، ثمن شراء الأرض منه تشترى منه بثمن المثل، وتستملك الدولة تلك الأرض وتستخرج منها تلك الثروات وتؤول لبيت مال المسلمين الذي ينفق في مصالح المسلمين، فلا زكاة على بيت المال. ما هو من نفقات بيت المال بناء المستشفيات والمدارس والجامعات والطرقات والجسور وكل ما فيه ما يعود بالنفع على عموم سكان دار الإسلام من مسلمين وأهل الذمة، واضح؟ فعشان كده يعني ربما يكون رأي الجمهور يعني من باب الاحتياط في تلك الأزمنة الغابرة، هذا الكتاب عمره 1000 سنة، لما كان يعني الواحد ما فيش وسائل متقدمة لتكرير الحجارة والصخور اللي يغلب على الظن أنه فيها ذهب أو الفضة أو استخراج البترول، ما في كان أدوات حفر عميق، وما كان هذا السائل الأسود معروف بعد أهميته الكبيرة أنه يستخرج وقود الطاقة الذي تتحرك به السيارات والقطارات والطائرات وحياة المدن وحياة الناس. الكهرباء الآن أساسية والطاقة أساسية في حياة الناس والبشرية كلها، ويسمى النفط بالذهب الأسود، هذا ما كان موجود. فلذلك كان الاستخراج صعب، والثروة المتحصلة من هذا المعدن المخلوق في الأرض ممكن تكون ثروة قليلة بالنظر إلى جهد كبير، تمام. فقال لك كل واحد إيش ما يستخرج يستملك ويخرج زكاة. فبعد أما الآن أصبح في وسائل متطورة للاستفادة من هذه الثروات الباطنية التي أصبحت عوائدها بملايين الدولارات، فثروات ضخمة جداً تقتات منها دول، فكيف تجعلها بيد صاحب الأرض اللي عنده 10-15 دنم من الأرض أو 10-15 فدان طلع فيها بير بترول؟ طبعا في بعض البلاد الكبرى قال لك الثروة ما زال الرأي عندهم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المالك الأرض هو مالك ما فيها، فشركات البترول الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية هي تملك الأراضي التي تستخرج منها، إذا اكتشفوا بئر بترول في مكان بيشتروا الأرض كلها من الناس
ولو بثمن باهظ، وبيستملكوها، بيستخرج البترول وبيبيعه. شركات البترول الأمريكية الكبرى شركات مساهمة تملك، والدولة لا تتدخل هناك، لأنه هذا مقتضى الفكر الاقتصادي الرأسمالي، أنه الدولة حارس، أما الملكية الخاصة هي التي تتحكم في السوق. إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي لا، الدولة ليست حارسا فحسب، حارس ومنظم، والدولة تملك الشيء الكبير، الثروات الكبيرة تملكها الدولة، حتى لا تؤول إلى وجود فئة من الناس تتحكم بمقدرات الدولة، بمقدرات الشعوب، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في ملكيات خاصة محترمة، لكن الملكيات العملاقة هذه ذات القيمة العالية جدا تملكها الدولة، يعني يملكها بيت مال المسلمين. تخيل معي قناة السويس لو يملكها المزارعين الذين حفرت القناة في أرضهم وورثتهم، أولئك المزارعين أو أصحاب الأراضي يعني بده يكونوا بالآلاف، ورثتهم بده يكونوا بعشرات الآلاف، لكن كلهم سيكونوا إذا كان إيراد القناة لهم بده يكونوا إيش؟ بده يكونوا كلهم من أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء. لكن الآن قناة السويس يفترض أنه ينتفع بها عموم الشعب المصري، لأنه يملكها بيت مال المسلمين. الآن بده يقول لي في سوء إدارة، في فساد مالي في هذه الحكومة أو تلك، هذا شيء آخر، لكن إحنا نناقش كحكم شرعي. حكم الشرعي الثروات الكبيرة جدا هذه التي هي منحة من الله عز وجل، وكل الأموال خالقها الله، وكل الأموال مالكها الحقيقي الله سبحانه وتعالى، هذه بيت مال المسلمين، يستملكها ويشرف عليها ويبيعها أو يبيع عوائدها وإيراداتها أو فوائدها أرباحها تكون في بيت مال المسلمين، لتنفق في عموم مصالح دار الإسلام وأهل دار الإسلام، فلا زكاة فيها، والله تعالى أعلم. نقرأ الآن: إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أرض ميتة، يعني لا ملك لها، لا يملكها أحد، أو في أرض يملكها هو نصاب، نقرأ الآن في صفحة 532، نصابا من الذهب أو الفضة وجب عليه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية وأخذ منه الزكاة. هذا الحديث ليس في مستوى من الصحة والحسن نستطيع الاحتجاج به، روي مرسلا، والإرسال من مظاهر الضعف في الحديث. طيب، فإن استخرجه مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء، لأنه زكاة، والزكاة لا تجب على المكاتب والذمي. وإن وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه إليه، فإذا أخذه مالكه وجب عليه زكاته. وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرها لم تجب فيها الزكاة، لأنها ليست من أموال الزكاة، فلم يجب فيها حق المعدن. وإن وجد دون النصاب لم تلزمه الزكاة، لأن بينا أن ذلك زكاة فلم تجب في غير النصاب، ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر. إحنا منقول يا معشر الشافعية: المعدن يشمل كل الثروات الباطنية المستخرجة من الأرض، وهي ليست من الأرض، يعني ليست جزءا من ترابها ولا من طينها، إنما شيء آخر مما أودعه الله عز وجل وخلقه في هذه الأرض، سواء كان ذهب أو فضة، وهذا كمناجم الذهب ومناجم الفضة، أو سائل كالغاز والغاز المسال والبترول وغيرها من الثروات الباطنية، على رأي الحنابلة في توسيع دائرة معنى المعدن ومشمولاته. وكل هذه الثروات الباطنية لا تجب فيها الزكاة، لأنه لا يجوز استملاك الأفراد لها، وإنما هي تلقائيا لبيت مال المسلمين، فمن اكتشف شيئا منها في أرضه هذا مش كنز، هذا يحتاج إلى معالجة، فلابد أن يبلغ بيت مال المسلمين الحكومة، الحكومة تستولي على الأرض وتدفع له تعويضا عادلا ثمن المثل، وتبدأ بالاستخراج. الاستخراج الذهب والفضة والبترول هذا يحتاج إلى إمكانيات معقدة وكبيرة جدا لا يملكها أفراد،
مصفات بترول ومصنع ذهب والى اخره، وربما الاف العمال تمام اللي بيشتغلوا في هذا المنجم ويحفرون في الاعماق الى اخره. فهذا اصلا يعني لما نقول انه يملكها بيت المال، هذا لتسهيل الانتفاع بها وتسريع الانتفاع بها. فرأي المالكية هو الأعدل والأحكم والأقوم هنا، حتى نسرع الاستفادة من هذه الثروات المكتشفة ونسهل الاستفادة منها. يملكها، نقول يملكها بيت مال المسلمين. أما تقول يملكها فرد صاحب الأرض يخرج زكاتها، فأنت يعني ربما تقتل الثروة بهذه الطريقة، خاصة مع وجود وسائل وآلات حديثة جدا متقدمة جدا في مجال استخراج تلك الثروات، مما أبدعه الإنسان في آخر 100 سنة من حياة البشرية، وهذا كله مما علمه الله تعالى الإنسان، وعلم الإنسان ما لم يعلم. ولو الشافعية رحمه الله تعالى في ذلك الزمان رأوا كيف يتم استخراج الذهب من مناجم الذهب، والفضة من مناجم الفضة، والبترول من آبار البترول في زماننا، وكيف يباع وبكم يباع وكيف يصنع، لآلوا إلى رأي الإمام مالك أو المشهور في مذهبه في هذه المسألة الكبرى. والله أعلم. وإن وجد النصاب في دفعات، نظرت قال لك إذا يعني طلع أقل من النصاب في كل مرة، في كل مرة يستخلص من الأرض أقل من النصاب خلال فترات متقاربة، عليه بيصير عليه ولا ما بيصير عليه؟ هذه التفاصيل ما فيش داعي نقف عندها، لأننا حسمنا الأمر بترجيح رأي المالكية، والله أعلم. طيب نأتي لصفحة 533، فصل. حق المعدن بالوجود، حق المعدن بالوجود، ويجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول. يعني قال لك هذه الثروات التي تجب فيها الزكاة على مذهب الشافعية، ذهب وفضة مستخلص من الأرض، هذه ما بتنتظر حولان حول، بمجرد العثو استخلاصها من الأرض وملكها يخرج زكاتها فوريا في أظهر القولين، لأن الحول يراد لتكامل النماء، بالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر فيه الحول كالعشر، وقال في البويطي إلى آخره. إحنا بنقول لا بحول ولا بدون حول، لأنه لا زكاة فيها، لأنه أنا حقيقة لما بوجهها لبيت مال المسلمين كأني قلت كلها زكاة، كأنني قلت كلها زكاة. طب وصاحب الأرض ظلمته؟ لا، أعطيته تعويض عادل. هذه الأرض تسوى في هذا المكان ال10 فدان هذول أو ال100 دونم بيسوا مثلا $1,000,000 بسعر السوق، خذ $1,000,000 من بيت المال، والأرض تصبح للدولة وتستخرج منها البترول أو ما شابه. فصل. مقدار زكاة المعدن، وفي زكاته 3 أقوال، أحدها يجب ربع العشر، تمام، في صفحة يعني ربع العشر 2.5% في صفحة 534، والثاني يجب فيها الخمس، والثالث أنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر. يعني إذا فيه حاطط آلات واستخلاص وإلى آخره وقصة وحكاية عليه زكاة 2.5% من المستخلص، وإذا كان بدون تعب، يعني كان الذهب غالب في تلك الحجارة والصخور بتلمع لمعان بدها معالجة بسيطة، فعليه الخمس. إحنا بنقول لا الخمس ولا ربع العشر، لا الخمس ولا ربع العشر، إنما الخمس أخماس لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين، والله تعالى أعلم. سؤال من أخونا محمد، لو كان دولة احتلال، دولة احتلال معناته هي والثروات الباطنية اللي في أرضنا المحتلة كلها غنيمة للمسلمين. يعني لنقل الآن مثلا دولة الكيان الصهيوني، دولة إسرائيل المزعومة، استخرجت من أرض فلسطين بترول، فهذا لمن يذهب؟ نقول ليذهب، أي ليذهب حيث يذهب. كل ما تملكه دولة إسرائيل من أملاك عامة وخزينة الدولة عندها والبنك المركزي
واملاك خاصه، هذا غنيمه للمسلمين عند تحرير فلسطين قريبا ان شاء الله، وزوال هذا الكيان من الوجود. وانا يعني اعمل مقطع على قناه اليوتيوب ان شاء الله قريبا، ادعو فيه مشيخه الازهر الشريف الى تنظيم مؤتمر اسلامي شرعي عالمي للبحث في تفاصيل توزيع الغنائم للاموال المنقوله وغير المنقوله بعد زوال اسرائيل وتحرير فلسطين بالكامل من نهرها الى بحرها. ثمة مسائل فقهيه كثيره ستواجه من سيكرمهم الله تعالى بان يكونوا على قياده التحرير وتحقيق ذلك النصر ان شاء الله تعالى الكريم. في لاجئين ونازحين لهم املاك منهوبه، تمام، فهم وفي مستوطنات بنيت على ارض اقوام، بعضهم لاجئين ونازحين وبعضهم ليس ذلك، في مستوطنات بنيت على اراضي عامه اللي هي الاراضي الاميريه، وفي اموال نقديه، وفي ممتلكات خاصه لليهود ومن ازرهم من الدروز. فطبعا هل يجرد من كل تلك الاموال الخاصه ويستولى عليها؟ الجواب نعم، يعني ينبغي ان يتحول من يبقى منهم على في ارض فلسطين الى فقير معدم اذا اختار البقاء. هذه مسائل يعني لابد من الاستفاده من احكام الشرع الشريف في قسمه الغنائم ومعالجه المستجدات في مؤتمر علمي يدعى اليه كبار العلماء في العالم الاسلامي اللي بيتكلموا قاعدين الان عن قطاع غزه بعد خروج المقاومه. هذه احلام اليقظه عند حكامهم وحخاماتهم خسئوا. احنا بنتكلم عن فلسطين بعد زوال بعد انفكاك الدوله العبريه. بغض النظر يعني كيف سيهرب من يهرب ويبقى من يبقى، الاموال المنقوله وغير المنقوله. هل نعطي المساكن في المستوطنات والمستعمرات تعويض للاجئين والنازحين اللي بعضهم ما زالوا موجودين في محيط فلسطين؟ أم لابد من تعويضهم بطريقة أخرى نقدية؟ وماذا عن الأموال المنقولة أيضا إلى آخره؟ ثمت مسائل كثيرة هنا، وحتى لا تهجم على علماء المسلمين هجوما عند نزول النصر المبين إن شاء الله تعالى والفتح الكبير، والذي قد يكون سريعا إذا ما انهارت الدولة العبرية وهرب من هرب منها. فستجد نفسك أمام، يعني بتكلم عن الفاتحين المحررين وهم إن شاء الله من صفوة هذه الأمة، مش لن يحرر فلسطين الحثالة ولا سفهاء الناس ولا الحمقى ولا المنافقين ولا من باعوا واشتروا بدماء شعوبهم، إنما سيحررها ناس أمثال صلاح الدين الأيوبي ونور الدين زنكي ومن قبلهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأمثال أولئك، والله تعالى أعلم، عبادا لنا أولي بأس شديد. فيعني ناس عندهم حرص على الوقوف عند حدود الله وتحري الحكم الشرعي وإنفاذه. فسيكون عندك لاجئين ونازحين يريدون العودة إلى بلادهم، وسيكون عندك أموال كثيرة منقولة وغير منقولة من مخلفات الدولة العبرية. فكيف يتوزع وكيف توجه التوزيع الشرعي العادل القائم على الدليل؟ هذا يحتاج إلى مؤتمر علمي. لكن القضية أنه من يجرؤ الآن من الجامعات الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية على تنظيم مثل هكذا مؤتمر؟ يعني حتى قرار لمؤتمر علمي بهذا الموضوع ما في شجاعة على هذا، على مثل هذا القرار، والله المستعان. لكن إن شاء الله تعالى في قابل الأيام تتغير الأحوال وتتهيأ الظروف لما قبل الفتح وما قبل التحرير، بحيث تجد هذه الفكرة يعني صداها عند العلماء وكبار العلماء والمؤسسات العلمية الشرعية الكبرى في العالم الإسلامي. طيب نأتي الآن لنطول قليلا في هذه المحاضرة، ما يصلح نختم قبل أن ننهي الموضوع. فصل مقدار زكاة الركاز في صفحة 534، زكاة الركاز. طيب الركاز عرفه في الكتاب
أنه المركوز في الأرض. وبعض العلماء المعاصرين قال لك هو يشمل البترول، لا، المعدن غير الركاز، والركاز غير اللقطة. المعدن رأي الحنابلة في مشمولاته هو الأسد والأرجح، كما قلنا قبل قليل، كل الثروات الباطنية المستخرجة من الأرض بمعالجة قليلة أو كثيرة، سواء كانت سائلة أو جامدة، ذهب، فضة، بترول، منغنيز، نحاس، إلى آخره. هذا المعدن، وبينا حكمه، والراجح مذهب الإمام مالك في هذا. الركاز، الكنوز المدفونة في الأرض، والتي نجزم أنه انقطع مالكها الحقيقي أو مالكها وورثته. طبعا هو قال لك المدفونة من زمن الجاهلية، المركوزة في الأرض من زمن دفائن الجاهلية، هذا كان في سنة 400 هجرية، عشان لما نشوف في 400 هجرية كنز من زمن الجاهلية، فقطعا مالك ورثته كلهم انقطعوا، ما وجود، لا وجود لهم، فهو ليس لقطة. لأنه إذا كان في احتمال أنه المالك أو الورثة على قيد الحياة، فلا بد من تعريف هذا الكنز الذي وجدته في أرضي، مدفون في صندوق، في قارورة، إلى آخره. تمام، لكن المتكلم عن كنوز مدفونة في الأرض من ذهب وفضة إلى آخره، مداش استخلاص، جاهزة، تمام، أو ما شابه ذلك، ومعلوم لنا يقينا أنه انقطع مالكها ورثته، نقود مضروبة من العهد الروماني أو الفارسي أو العثماني أو ما شابه، تمام، وذهبية أو فرعونية حتى، وجدناها في كهف، وجدناها في أرض، وجدناها في بئر، إلى آخره. هذه إيش حكمها؟ هذه فيها زكاة، هذه فيها زكاة، ليست لقطة، وفيها زكاة، لا يملكها بيت مال المسلمين، لأن هذه مش ثروات طائلة، وهذه لمن عثر عليها، لمن عثر عليها يخرج زكاتها الخمس. الخمس ليش الخمس؟ لأنه ما في تعب، وبرضه حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يكفيها 4 أخماس. الخمس أكثر من الزكاة، الزكاة 2.5%، ممكن تصل العشر، العشر إذا كان في أرض بعلية كما بينا في زكاة الزروع والثمار، لكن الخمس، الخمس كبير، يعني عشرين، نسبة كبيرة. ليه؟ لأنه حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، ممكن تكون ثروات كبيرة هذه المدفونة، فبنقول له تخرج الخمس في مصارف الزكاة وتستملك الأربعة الباقي. الآن في بعض الحكومات بتقول لك لا، هذه الكنوز ملك للدولة. هذا يعني فيه خلاف بين العلماء، إنه هل يجوز لولي الأمر أن يستملك الدفائن والركاز غصبا وجبرا عن من وجدها؟ والله تعالى أعلم، لا يجوز له ذلك ولا ينبغي له ذلك. خلي الناس تظهر ما عندها من ثروة، ما أنت لما تقول أنه هذا ملك للدولة، الناس لن تعرف بما وجدت في الغالب، وستخفي، تمام، وهذا ويجعلها أنه لا تخرج الزكاة بالشكل الصحيح أو بالشكل العلني على الأقل، بيعمل مشكلات. إحنا قلنا البترول والثروات الباطنية بأنواعها ملك للدولة، هذا رأي المالكية وهو الراجح المعمول به الآن، وبالتالي ما عليهاش زكاة. لكن الدفائن اترك الناس تستملكها، وهو الكلام الشافعية وكلام غيرهم من جمهور العلماء، يستملكها الواجد ويخرج زكاة الخمس، والخمس ليس قليلا، وخليه ينتفع ب4 أخماس رزق ساقه الله له، ما هو المال لله أصلا، وهو الذي خالقه، خلقه سبحانه وتعالى، والمالك المالك الظاهر لهذا المال انقطع، هو ورثته منذ آماد بعيدة. نكب المال؟ لا، هل نرجع به لبيت المال؟ أخليه لمن وجده، لمن وجده رزق ساقه الله تعالى، مش حيصير ملياردير من وراء هذا المال. وقلنا بتخرج الخمس، ويجب في الركاز الخمس. وفي حديث صحيح لما روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس، في حديث صحيح، وهذا في البخاري،
فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد لبيت المال أن يستملك الركاز لقال الركاز لبيت المال عليه الصلاة والسلام، لكن لما قال في الخمس معنى ذلك هو لمن وجده، والأربع أخماس مال حلال للواجد، ولأنه يصل إليه من غير تعب ولا مؤونة، فاحتمل الخمس. ولا يجب ذلك إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة، يعني الخمس هذا يخرج في مصارف الزكاة، يعني أكثر زكاة، أكبر رقم زكاة، أكبر مقدار زكاة في كل أنواع الأموال اللي هو خمس الركاز عند أهل السنة والجماعة. الزكاة 2.5%، ربع العشر، ممكن تصل إلى العشر في زكاة الثمار والزروع المروية بماء السماء، لكن في الركاز وصلناها لعشرين يعني خمس، وهي أعلى مقدار من المأخوذ من الأموال في مصارف الزكاة. ليه؟ لأنه من غير تعب، لا زرع ولا صنع ولا تاجر ولا باع ولا اشترى ولا سهر الليالي ولا كل لقاه في الأرض، ولا تجب فيما وجده في موات أو مملوك لا يعرف مالكه، لأن الموات لا مالك له، وما لا يعرف مالكه بمنزلة ما لا مالك له. فأما إن إذا وجده في أرض يعرف مالكها، فإن كان ذلك لحربي فهو غنيمة، وإن كان لمسلم أو المعاهد فهو لمالك الأرض، فإن لم يدعه مالك الأرض فهو لمن انتقلت الأرض منه إليه. هذه مسألة خلافية، هذا الركاز لمن وجده والخمس لمصارف الزكاة ولا لمالك الأرض التي وجد فيها؟ قال لك إذا كانت الأرض لحربي الركاز لمن وجده من المسلمين الأربع أخماس والخمس زكاة، إذا كانت الأرض لا مالك لها، أرض موات، أراضي مفتوحة مشاع بالبر بالبادية ما خارج التنظيم، فالركاز لواجده في كهف من الكهوف، تمام، في أهرم من الأهرامات، ما ده مش مملوك لحد، مشاع، الناس شركاء في ثلاثة، ملاك الحقيقيين كانوا قبل 3000 سنة، فالركاز للواجد. أما إذا كانت في أرض خاصة مملوكة لأحد فالركاز لصاحب الأرض كما قرر الشافعية هنا. فإذا الركاز لا يكون للواجد إلا إذا كان في أرض مشاع اللي بيسموها الأرض الموات، تمام، أو كان في أرض حربي، رحت على بلد فيها حرب بين المسلمين وجدت في أرض بغض النظر لها مالك أو لا مالك وجدت ركاز، فهذا لك أربع أخماسه. أما إذا كان الركاز اللي وجدته في أرض مملوكة ملكية خاصة لمسلم أو لذمي فهي لمالك، فالركاز لمالك الأرض، وإذا أخذته بتكون غاصب لا يحل لك، مش مالك اصلا، كل ما هنالك انت وجدته، تمام، اما ان تبقيه حيث هو واما ان تعلم من باب الامانه صاحب الارض به، فهو رزق ساقه الله لصاحب الارض، عملها مزرعه، عملها بستان، بيته الخاص، كنت قاعد عنده في ضيافه فوجدت الركاز في حوش الارض في الحديقه الى اخره، هذا لمالك الارض. اربع اخماس والخمس زكاه، واجب ان يخرجها هو، ولا يجب إلا في مال الجاهلي يعلم أن مثله لا يضرب في الإسلام. هنا لا نوافق الكلام هذا على ظاهره بحرفيته، إنه لازم يكون مال جاهلي، إنه لا، كل ما هنالك إنه نكون نجزم إنه مالكه وورثته غير موجودين قطعا، العملة هذه ذهبية مضروبة بالعهد الروماني أو الفارسي أو مضروبة في عهد الإسلام في عهد بني أمية، مكتوب عليها شعار خلفاء بني العباس مثلا، يعني من قبل 1000 سنة، تمام، فهذه مالكها وورثته انقطعوا ولا نعلمهم يقينا، فهذه من الركاز أيضا، تمام، للعلة التي ذكرها. والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وصفحة 536، ولا يعتبر فيه الحول، ما فيش حول في الركاز، أول ما توجده إذا كان في أرض لحربي أو أرض بلاد محاربة المسلمين أو كان في أرض بلاد المسلمين لكن مشاع أرض موات، فتخرج منه خمس
في مصارف الزكاة، وإذا كان الواجد هو نفسه مالك الأرض فبكل الأحوال يخرج مباشرة منه الخمس، لا ينتظر حولا كاملا. والله تعالى أعلم بهذه المسألة الكبرى التي خالفنا فيها السادة الشافعي، وما في داعي نقف عند التفاصيل اللي مبنية على رأيهم. نكون قد انتهينا من معظم مسائل الزكاة الرئيسة، لنصل عند موضوع صدقة الفطر، باب زكاة الفطر، وتسمى أيضا صدقة الفطر في وسط صفحة 537. من هذا العنوان سنبدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى الكريم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما عد ويعد وسيعد العادون من خلقك في ملكك إلى يوم الدين، يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا الله يا غفور يا غفار، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا جميعا يا تواب يا رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا جميعا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك بنا أجمعين، يا الله يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.